السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتنا. مباشرة بعد الإعلان عن القائمة النهائية، نشر أمين حارت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة معلقا عليه بالقول: أنا متحسر جدا لعدم تواجدي في اللائحة النهائية للمنتخب الوطني، غير أنني سأكون أول من يساند إخواني في المنتخب الوطني، حيث أتمنى لكم كامل التوفيق إن شاء الله، وآمل أن تجعلونا فخورين. تجدر الإشارة إلى أن هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني المغربي كشف عن اللائحة الأولية يومه الثلاثاء الذي سيخوض نهائيات النسخة 32 لكأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز المقبل، والتي عرفت استبعاد 4 لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من أنس زنيتي، أمين حارت، وعبد الكريم بعدي، بالإضافة إلى أيوب الكعبي. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.